الوزير. لا تعال معك معك يا سفير. هذا انت يا ابن الحرام يا رجال لعيونك عندي شومان ريكولا لا خذوا على الكركون شيخ شومان يا لطيف الطوف يا رب قول عند ابو صفان قل له شيخنا جرح يجيب العده ويجي لعنا يلا يا ما حذرتكم منه ما كان حدا يسمعني يا ما حذرتكم منه الله والله وقعت يا شيخ جوهر وما حدا سمع عليك خلاص راح سجن القلعة ناظم في خوازيق خوازيق يا عمي دقيقة ضربي قوي برنجي سبعي ضربي قوي بدي ضربات برنجي قوي قايجة أفاري معرفة أفاري معرفة اخ يا ابن الحرام بس شنو ابو هذا الشيخ المسكين ها بدك تقتله لك بدك تقتله يا ابن الحرام لسه دخيلك يا ابو جدعان لك ناظم بيك صار بالسجن ويمكن بدهم يعدموها لك شوف مين بده يخلصك من بين يدي لك شوف مين بده يخلصك لك يا ابن الحرام يا كلب يا حرام لك اهل الحرام شو عاملين لك ها شو عاملين فيك الله محيي البطن اللي حملك لك ابو جدعان يا لطيف لولا ستر الله كان ذبحه الحمد لله اللي الله ساك هالقرني ساعتها ايه والله يا ابو وضاح والشيخ نزير شلونه ولا لا الحمد لله احسن جرحه بسيط على كل حال اخذناه وضمضوا له اياه وخليته يدعي على المجرم الحق علينا يا ابو ادهم يا ما حذرنا الشيخ نزير منه صحيح